طبيعي امي بتغصبني اختار يا بوبو يا كوكي. انا باوريو. بتختار اوريو. والله شكله حلو وعيونه خضر. هذا البريء يرمي الزبالة ويقطع يد السمي. شوف 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 انا اللي كثير قصة. اليوم انا عندي حاجة لليلي وفهد. ايه؟ في قرار. ايش؟ حنعرض ثلاثة من القطط للتبني. خلاص. هنعرض ثلاثة للتبني، كل واحد هيختار له واحدة والباقي هنعرضها للتبني. ليلي ايش هتختاري؟ فانيلا. ليلي اختارت فانيلا. خلينا نتناقش، خلينا نتناقش. خلينا نخلي اليوم مكان عشان نجي جنن وفهد. صبروا. انت اخترتي ايش؟ ابو كوكي. تبي كوكي كمان؟ ما ينفع، بابا قال واحد. بس واحد مختار. بس واحد، واحد ليك واحد ليلي. ليلي اختارت فانيلا. ليش ليلي اخترتي فانيلا؟ لانه حلو. لانه حلو وعشان ما عنده ام، فهد حيحطهم في الصندوق عشان نقدر نستوعب ايش السالفه. اسمعي ليلي، اسمعي، انت الحين تبي فانيلا؟ هاتي ترى يتعلم الحياه في الطبيعه. شوفي دي اختار بوبو وكوكي. فهد يقنع ليلي انها لا تختار فانيلا. بوبي بوبو وكوكي اثنين يلعب، هذا ما يلعب، هذا بس يطيح الزبالة في غرفتي، هذا بس يكب الزبالة في غرفة فهد. فانيلا يا اخي ايش تبغي هذا؟ يا اخي شوفي هذا لونه كيف جميل، وبوبو بطنه ملقطة، نسيتي تحبيه عشان لونه ملقطة. فهد جالس يقنع ليلي انها تتنازع عن فانيليا. اشوف فانيليا فانيلا اللي تحبها، اليتيمة اللي ما عندها أم اللي ماتت. إيه؟ وهذا كوكي. يلا نشوف الباقي. شوفي ليلي امسكي كوكي وفانيلا. طب شوف نختار مثلا زيفا. ليلي زعلانة تبغى ثلاثة. نختار زيفا نلعب فيه. هذا ايش اسمه؟ هذا زي ميسي. هذا ايش اسمه؟ بسكوت. هذا بسكوت، ايش معنى تحبه؟ يا اخي هو اذي زي ميسي. بر 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 زي ميسي؟ ليه ما سميتوه ميسي؟ يخش يمين، يخش يسار، يخش يسار، بس ما علينا. هذا ايش؟ بسكوت. بسكوت. كوكي وفانيلا وبسكوت، نشوف المتابعين ايش يقول. متضارب على هذول الثلاثة، احنا نتضارب على هذا بو. وري بطنه. نشوف نسأل المتابعين. ايوه ايش نتبنى وايش ما نتبنى. ناخذ رأيهم، مين اللي نتبناه؟ مين اللي ناخذه؟ ومين اللي نعرضه للتبني؟ حنعرض ثلاثة للتبني. هات اشوف اوريو، شفنا دوبنا صورنا بسكوت صح؟ ايه شيل. اشوف هذا هذا اوريو احلى واحد، ليش ما تحبه؟ انا احبه لكن ما ينفع منافسه بين اثنين، ينفع ثلاثه فقط. ايوه يا متابعين، مين اخذ واحد؟ مين اخذ واحد؟ مين اخر واحد حيختاره؟ بليز اختاروا بوبو وفانيلا. بليز ليلي تبى ذول الاثنين صح؟ بوبو وفانيلا صح؟ وكوكي. وفهد يبى كوكي الملونة. ثلاثة ما ينفع، بابا قال بس اثنين، كل واحد ياخذ واحد. يا عمي يحب اخوه، شفتي؟ هذا يحب بوبو. انا اشوف تاخذ فانيلا وكوكي. الساعة يا ماما. فانيلا. ليلي اعطيني مواصفات فانيلا عشان نتبناه احنا. أول شيء هو فصيلة نادرة وبتحب المويه. فصيلة نادرة وتحب المويه؟ فهد مصدوم. وشفت بيوتيوب عن هذه الفصيلة. يمكن لي أنت مشبهة، هذا بس شوارع. لا مشبهة؟ هذا بس شوارع. هذا كله جروح على فكرة، كل شيء يصنع نفسه بالله. شوفوا كيف، شوفوا. نشوف. كيوت، شكله بريء، وأمه ميتة يا فهد. طيب إيش دخلنا في أمه احنا؟ هذه أمه خلاص سكر سارت. أبو بوبو عشان بطنه. وليلي تبى بوبو عشان بطنه فيها نقط، ورينا النقط يا ليلي. ما شاء الله سبب مو وجيه صراحة، سبب مرة جميل يا ليلي. كيف يعني احنا هنتبنى بس عشان عنده في بطنه نقط؟ ايوه عشان بطوطو. بطوطو فيها نقطه؟ والله؟ هاد انت ليش تبى كوكي؟ اعطينا مميزاته. لا كل شيء، يلعب يرقص زي اخوه بوبو. صار بتعلم هو يجلس مع بوبو. شوف 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 فانيلا كيف يرقص. عشان كذا ما اتمنى كل شيء يدخل غرفتي يطيح الزباله، يقطع الفرشه، يطيح اليد. هذا يد السني. هذا البريء يرمي الزباله ويقطع يد السني، وكمان يقول انه يدف الكرسي. ايش فيه؟ فهد جاني امس الليل. اشوف يا ليلي،
فهد جاني يشتكي من فانيلا، يقول لي فانيلا دف فهد هو فوق الكرسي وطيحه. فهد فهد البس هذه المسكينة طيحك فوق الكرسي. اوريو لا فهد اختار واحد ثالث. ابا اوريو وانت اختار فانيلا. يا سلام ولد ولد. يا الله يا الكلام. خلاص ما بقى. لا ما ممكن. انا اغير اقتراحي. فهد قلبي يغير رايه. لا ولا اقول لكم كوكي. امزح. اوريو اوريو بس. هذه اخر صورة جماعية ليهم وهم اخوان قبل ما نعرضهم للتبني. طبيعي امي بتغصبني اختار يا بوبو يا كوكي. انا باوريو. انت بتشتكي لي المتابعين. ايوه انا باوريو والله باوريو. مو عشان بخدعها ولا اضحك، حتى لو اختارت بوبو حختار. ليش تبي تختار اوريو؟ والله شكله حلو وعيونه خضر ويلعب معايا وتعود على اسمه، علمته على اسمه، يعني ولا حق التعليم كله ذا شهر كامل. هذا اشوف اوريو. حتى انت اول قلت لي اختار. لا لا تختاروا. لا اختار. لا مو جميل. شوفوا هذا اندر واحد فيهم. انا قلت لي نادر. اوه ولي والله ممكن ذا كله انا اللي طالع وجهها. شوفوا يعرف ان اخته جالسه تبكي. كل حشرات قدام وجهي انا وبابا. حلو كويس عشان نظف لنا البيت من الحشرات. نظيف. عندي لو ركزت بعيوني هنا بالحواف عنده كذا مدلدل كذا. شوف. استنى. فانيلا وري المتابعين. اه كيوت. لا خلاص فهد اختار كوكي. ارفعوا يا فهد لفوق. قرار اخير. ليلي اختارت فانيلا. ارفعي. شوفوا كيف. خلاص والباقي تبني وفهد حيبكي. خلاص يلا حنصورهم عشان نعرضه الباقي للتبني. فهد زعلان قلبي يخطف بوبو ويهرب. فهد زعلان. ها عرفت عندي خطة. اتصل عليكم هنا اتمنى. فهد قال يتصل علينا ويتمنى هو. خلاص اختاروا هم زعلانين بس خلاص البيت كله امتلى كائنات صغيرة. خلاص ان شاء الله حنصورهم فيديوهات قبل ما يتبنوا. خربشك انت عارف مين بوبو. خلاص اوكي احنا نسال المتابعين لو هم يقدروا يتبنوا حيتبنوا اي واحد ومين احسن فانيلا ولا كوكي اللي يختارون فهد. طيب شوفها جالسين يتضاربوا. لا انا بروح. لا لا انا بروح. اوريو وفانيلا يتضاربوا. يا عمري لا بيجلسوا مع بعض اوريو وفانيلا. بوبو بسكوت. لا بوبو وكوكي وبسكوت. ليه يحبوا بعض؟ ما تصدق. خلاص ان شاء الله عجبكم الفيديو. قررنا اخيرا. يلا خلاص اتمنى مش ما نتمنى. مع السلامه. اليوم فيديو حزين وعيالي حزينين ما عندهم حماس.